خلينا نرحب بنجوم نادي الزمالك تتلقلق في استوديو 16 ونقدم التهنئه لنادي الزمالك. زي ما قلنا بعد كام سنه خدمه في الملاعب المصريه، بعد كام سنه؟ بعد 11 سنه الزمالك يعود لبطوله الدوري مره تانية بالتحقيق البطوله رقم 12. معانا مين دلوقتي؟ كابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر. طبعا بنرحب بيه كابتن طارق. مساء الخير كابتن طارق. معانا؟ لا ايوه احنا مع الهوا. مساء الفل يا كابتن. مساء الخير يا منجلاه. ازيك اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت لسه نايم ولا ايه؟ حياتي. لا ده انا قلت كل الزملكاويه النهارده في النادي. لا ما احنا بقالنا 3 ايام في النادي بس لسه الجو هننزل شويه كده. لا بس بعد ما انت عارف يعني في انتظار بقى ايه الدرع لما يروح نادي الزمالك الموضوع هيكون مختلف او يتم تسليمه في لقاء وادي دجله ولا ايه؟ اكيد ان شاء الله. انت كزملكاوي عجبك انتقال الدرع بالشكل ده لاتحاد الكوره؟ بصي مبدئيا تحياتي لحضرتك مدام نجلاء وتحياتي لصديقي العزيز خالد. كابتن طارق مساء الفل. مساء الفل حبيبي، ازيك خالد عامل ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. الاول ببارك لنادي الزمالك وجمهوره ومجلس ادارته واللعيبه والجهاز الفني وعمال النادي على الانجاز الكبير في اطول دوري انا اعتقد واصعب دوري. نعم. من فتره كبيره جدا ما حصلتش واعتقد ان الفرحة الكبيرة مش عشان الزمالك بقاله 11 سنة، لا الفرحة الكبيرة ان الزمالك بمجهوده ومن أول مباراة في متصدر الدوري لآخر مباراة قدر يحقق الإنجاز اللي كل الناس كانت مستنياه. تمام. وبعدين الدوري لما يروح أو الدرع يروح بالشكل ده أنت كأنه نادي الزمالك حبيت أنا تعلم؟ أنا في يعني أنا يعني لما كنت موجود حتى والزمالك في مباراة الأهلي وسموحة وبتكلم في المباراه. نعم. قلت اتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك ان احنا كنا بنتكلم عن الاحتكار اللي حصل. نعم. الفتره الاخيره والتعصب اللي حصل بشكل كبير جدا ومبالغ فيه جدا، فانا قلت دي فرصه كبيره جدا. النادي الاهلي نادي كبير ونادي محترم. طبعا. ونادي يعني بالنسبه لنا نادي كل الناس بتتكلم عليه بشكل كويس في الفتره أكيد. الاخيره في ادارته، ولكن جه الوقت الصح او الوقت اللي هو نادي الاهلي يقدم المبادره لنادي الزمالك بالتهنئه للدوري ويبقى ما فيش احتكار ويبقى من الاستاذ محمود طاهر ومجلس اداره النادي الاهلي في مجلس اداره نادي الزمالك. لان المستشار مرتضى منصور بكل امانه في اكثر من مناسبه قال انا بمد ايدي وانا بقول للنادي الاهلي وبقول لهم يجوا، يعني اكثر من مره اتكلم فيها ولكن ما فيش حد بيسمع وحد بيتقبل، فعشان تزيد الاحتكار ده يقل اعتقد هو مجلس اداره الناديين اللي هيقلل الاحتكار. ويمكن تصريح الاستاذ محمود طاهر امبارح ان هو بيقول المستشار مرتضى منصور ما تستقيلش وان انت ما تمشيش من النادي وان انت كذا، اعتقد ان في بقى في يعني مبادره شويه لصالح للجميع وده اللي يهمنا احنا يهدي الفتره الجايه حبه يعني. بس عشان بالضبط. نكون عندنا مصداقيه في الـ في الـ في نقل الاخبار. كابتن طارق مصطفى طلع الاستاذ محمود طاهر كذب الموضوع ولا ايه يا استاذ خالد؟ فعلا انا ما قلتش كده. الكلام ده كان على لسان محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصه ونائب رئيس لجنه الانديه، وقال ان بيان لجنه الانديه كان يعني متفق عليه من جميع رؤساء الانديه، لكن مهندس محمود طاهر برضه طلع نافى وقال انا ماليش دعوه بالبيان ده وما شفتوش. ما اصدرتش تعليق على استقاله المستشار مرتضى منصور. مظبوط. والله دي حاجه بالنسبه انا قريتها في المواقع، ولكن دي حاجه تخص هو وتخص مجلس ادارته. مظبوط. هي في الاول والاخير بتتحسب عليه. أكيد. اذا كانت تصريحاته ايجابيه او تصريحاته سلبيه. نعم. اعتقد اذا كنت بتتكلم على الاحتكار وبتتكلم على التعصب فانت اول واحد لازم تتكلم على الموضوع ده لانك انت بعيد ان هيتضرر في الكلام ده كله هو جمهور الناديين. مظبوط. واولاد كلهم صغيرين. أيوة. فاعتقد التصريحات لازم تبقى محسوبه حتى لو انت ما قلتش ما تطلعش تلفي بالعكس انت ممكن تقول حاجه تاني باسلوب تاني. نعم. ما يزيدش الاحتكار ولا انت مش معايا خالص؟ شويه الموضوع مظبوط، هو موضوع شائك فعلا ولازم الدنيا تهدى شويه، يعني الازمات زادت بالفتره الاخيره ما بين رئيس الناديين مهندس محمود طاهر والمستشار مرتضى، ولازم فعلا يكون في تدخل بقى من حد كبير سواء اتحاد الكوره وزير الرياضه عشان لازم الدنيا تهدى، خاصه ان احنا عايزين الجمهور يرجع على المدرجات وده اللي قاله وما ينفعش يرجعوا في ظل الاحتقان اللي بيدفع الثمن في الموضوع ده. مظبوط. هم الشباب الصغيرين مشجعين الناديين. بس انا نقطه مهمه تحديدا للكلام. نعم. ان اكثر من مره المستشار مرتضى منصور اتكلم فيها في الجزئيه ديت وان هو كان بيتكلم على حق نادي الزمالك في جزئيات معينه كان حق نادي الزمالك مهضور فيها في السنوات السابقه. نعم. فاعتقد ان لما بيدافع على حق نادي الزمالك في لعيب مثلا اتقيد في وقت ما ينفعش فيه التأييد، في يعني في حاجات كتير جدا مش عايز اخد فيها الصراحه يعني.
مفهوم طبعا، واكيد كل الناس متابعه كابتن طارق مصطفى معه ولا ضد. كابتن فتحي مبروك، يستمر مع الاهلي؟ والله من ناحيه، انا بكلمك من ناحيه فنيه، أيوة. كابتن فتحي مبروك من عمل انجاز كبير جدا، اسم كبير الكابتن فتحي مبروك، خبره كبيره جدا، والفتره الاخيره انا اعتقد ان هو في الدور الثاني تحديدا من ساعه ما مسك جريدو، كابتن فتحي مكان جريدو، اعتقد ان هو افضل مدير فني في الفتره ديت، ومكسبه للماتشات اللي فاتت ديت والاداء اللي حصل. نعم. اعتقد ان هو يسمح له. ولكن طب وايه رايك لما اداره النادي الاهلي بتبحث عن مدرب اجنبي؟ لا، ما انا هرجع لك للجزئيه الثانيه. تمام، اتفضل. الجزئيه الثانيه واعتقد اللي هي السلبيه اللي حصلت في الفتره الاخيره، أيوة. النادي الاهلي حصل نوع من التزمت من بعض اللعيبه وهي خارجه، من بعض اللعيبه وهي مش راضيه على التغيير، يعني ما يكون في كمان خمس ست اسامي موجودين بشكل كبير جدا وصفقات كويسه للنادي الاهلي، فاعتقد ان دي هتزيد. انا بقول ان نادي الاهلي ونادي الزمالك لا ينفعهم الا مدير فني اجنبي. وجهه نظري الشخصيه ان المدير الفني الاجنبي ما بيبصش لاعلام وما بيبصش لجماهير وما بيبصش اللي هو شايفه ورؤيته، هو اللي بيقوله، واللعيب هيمتثل للقرار بالظبط، بيستجيب للقرار المدير الفني الاجنبي. نعم. لان عارف ان واحد زي واحد بيساوي اثنين، ما عندوش، مش يمكن كمان يساوي اثنين، ده هم اوريدي بيساوي اثنين. بسرعه كده عشان اذان العصر، كابتن طارق مصطفى، وبالنسبه لفريرا يستمر مع الزمالك ولا لا؟ اكيد طبعا، طالما انت بتعملي انجاز. طبعا طالما انت بتعملي انجاز وبتاخد الدوري ومتصدر البطوله من اول اسبوع لاخر اسبوع. أيوة. وفي حب بينه وبين اللعيبه وعرف النادي وعرف، من الصعب ان انت تجيلي حد يتاقلم. أيوة. مع المكان. تعالى اسمع استاذ خالد طلعت هيقول لك ايه المشاكل اللي موجوده ما بين الطرفين، ايه هي المشاكل؟ طبعا اتكلمنا في مشكله الراتب المادي، في هو طالب زياده في الراتب. النقطه الثانيه الاقامه في الاوتيل، مستشار مرتضى عايز يوديه شقه. المساعد برضو، يمكن كابتن طارق انا بكلمك بصراحه، طبعا مستشار مرتضى عايز يدخلك انت كمساعد مع مستر فيريرا، لكن هو يمكن رافض اي مساعد مصري وطالب مساعد برتغالي ينضم ليه الفتره الجايه. يمكن دي ابرز ثلاث مشاكل اتكلمنا فيها على تجديد التعاقد بين فيريرا ونادي الزمالك. اعتقد المشاكل كلها محلوله. انا بالنسبه لي كطارق مصطفى، او شرف لاي حد بينتمي لنادي الزمالك ان يكون موجود في جهاز نادي الزمالك. أه. وانا الحمد لله دي مش اول مره اكون مترشح فيها، اكثر من مره، ولكن انا بحترم المستشار مرتضى منصور جدا 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 على تمسكه بيا، واعتقد ان المهم التمسك بالراجل، بصرف النظر صار موجود او مش موجود، المهم ان احنا كلنا بندور ان نادي الزمالك يكون موجود على الساحه بشكل كبير جدا، والبطولات تكون موجوده، لان ده اللي بيساعدنا اكتر. يعني ده كلام محترم يا كابتن طارق منك والله، بتنورنا وتشرفنا دايما يا كابتن طارق. والله فعلا، والف مبروك على استمرارك في عالم التحليل، يعني فعلا هتكون اضافه قويه جدا ان شاء الله. بشكرك، الله يخليك يا نورتنا، شكرا لك.